مواعيدنا الإخبارية المفصلة لنهار اليوم. أهلا بكم. بداية وممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، شارك الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن أمس في القمة الاستثنائية 17 للاتحاد الإفريقي بنيامي حول التصنيع والتنوع الاقتصادي ومنطقة التجارة الحرة في إفريقيا، بمشاركة قادة وزعماء ومسؤولين وممثلين للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. وفي كلمته خلال جلسة الأشغال المغلقة، أكد ممثل السيد رئيس الجمهورية استعداد الجزائر الكامل والتزامها بالانخراط في المساعي الإفريقية المشتركة ودعمها لتعزيز الصناعة والتصنيع في القارة لبلوغ أعلى مستويات التكامل والاندماج، مبرزا النهج الاقتصادي الجديد الذي تبنته الجزائر لتطوير اقتصادها وتنويع صادراتها في ظل احترام المعايير البيئية الحديثة. هذا وأخذ ممثل رئيس الجمهورية الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن صورة تذكارية مع القادة المشاركين في القمة الاستثنائية بنيامي. وضمن مساعي التجسيد الفعلي للأجندة الإفريقية التنموية، قدمت الجزائر خلال الجلسة المسائية للقمة الاستثنائية التي خصصت لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، قدمت مساهمة لتفعيل المنطقة وتذليل جميع العقبات التي تعيق انسيابية التبادلات التجارية بين دول القارة، على ضوء التزامات الجزائر بتفعيل الاتفاقية وجعل المنطقة أحد أهم المناطق الحرة في العالم والأوسع نطاقاً. وفي ختام أشغال القمة الاستثنائية، أكد الوزير الأول ضرورة تنسيق الجهود الإفريقية من أجل رسم معالم واضحة لسياسة قارية منسجمة في مجال الصناعة والتصنيع، داعيا إلى تعزيز التضامن الإفريقي من أجل الصمود أمام الأوضاع والتحديات الدولية الراهنة وانعكاساتها على سلسلة التموين بالأغذية والمواد الأولية والطاقة في إفريقيا. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تشرفت بتمثيل السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في القمة الاستثنائية 17 للاتحاد الإفريقي حول التصنيع والتنوع الصناعي، وكذا حول منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، حيث استعرضنا وجهة نظر الجزائر بالنسبة لهذين الملفين المحوريين في الاندماج الإفريقي، وكذا ما حققته الجزائر في خلال السنوات الأخيرة، سنوات التي جاء فيها السيد رئيس الجمهورية ببرنامج نهضوي كما قلنا، وحققنا نهضة صناعية حقيقية ونحن في هذه الانطلاقة، والدليل ما حققناه في كنتائج في مجال الصادرات خارج المحروقات، حيث تضاعفت هذه الصادرات بثلاث أضعاف عما كانت عليه قبل 2019. فهذه كلها نتائج استعرضناها اليوم، وأظهرنا المقاربة الجزائرية في التنويع الصناعي والتنويع الاقتصادي كذلك. وبالنسبة لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، فنحن مع هذه مع هذا الطرح، ولقد انضمت الجزائر لهذه المنطقة، ونحن نعمل على تذليل بعض العقبات خاصة فيما يخص قاعدة المنشأ، وكذا بالنسبة لقواعد الاندماج في مختلف الصناعات. منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية خطوة ضرورية نحو الاندماج القاري، ودخولها حيز التنفيذ علامة فارقة تعكس الإرادة السياسية القوية نحو تكريس الأجندة التنموية الإفريقية الشاملة والمستدامة. إلهام عشير. إن إحداث هذه المنطقة الإفريقية للتبادل الحر يعتبر خطوة حاسمة نحو تحقيق الاندماج القاري، كما يعتبر دخولها حيز التنفيذ علامة فارقة تعكس الإرادة السياسية القوية التي تحدو الدول الإفريقية للتكريس الفعلي للأجندة الإفريقية التنموية آفاق 2063.
هذه الاتفاقية التي سعت الجزائر إلى تفعيلها وجعلها واقعا ملموسا منذ بداية المفاوضات لتكون واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم والأوسع نطاقا، بحيث تضم أكثر من 1.3 مليار نسمة وبناتج إجمالي محلي يقدر بحوالي 2500 مليار دولار. هذه الاتفاقية ستسمح أيضا بزيادة نسبة التجارة البينية الإفريقية المقدرة حاليا بنحو 15% فقط إلى مستويات تليق بقدرات القارة وطموحات دولها، وخلق سوق إفريقية واعدة تكفل حرية التنقل السلعي والخدمات بين الدول، وإنشاء اتحاد جمركي ومجموعة اقتصادية إفريقية لاحقا. وهو ما تسعى إليه الجزائر بقناعة تامة بعد مباشرتها العديد من الإصلاحات الاقتصادية. وإن كان دخول اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية حيز التنفيذ في شهر جانفي 2021 جاء في ظرف خاص تميز بتفشي جائحة كورونا وتفاقم تداعياتها، فإن الوقت حان لإعادة بعثها من خلال دعم السياسات الاقتصادية ورفع نسبة التنمية الصناعية والتنويع الاقتصادي في البلدان الإفريقية وفق رؤية الجزائر، بما يعود بالفائدة على شعوب القارة. الجزائر ووفق مقاربة استراتيجية قارية تعمل على ترقية الإنتاج الوطني وتنويع الصادرات خارج المحروقات، وذلك من خلال سياسة الدعم والمرافقة، وحرصا على تحسين مناخ الأعمال وضمانا لحركة تجارية انسيابية من وإلى الجزائر، تمنح الجزائر جملة من التسهيلات الجمركية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين. العينة من ولاية الشلف مع كريم الأشمط. الجمارك الجزائرية حضور ميداني فعلي ووقوف رقابي تنظيمي بما يكفل خدمة الاقتصاد الوطني في احتكاك مباشر مع المتعاملين الاقتصاديين، تعداه من العمل الرقابي إلى المرافقة. مثال ذلك أعوان المديرية الجهوية للجمارك بولاية شلف. علاقتنا مع الجمارك علاقة جيدة، خاصة مع الجهاز المتعامل به الجديد والقوانين التي ترافق المصدرين في المجال التجاري. رانا نشوفوا احنا كمتعاملين اقتصاديين توجه الجمارك نحو مرافقة المؤسسات الاقتصادية، وهذا يحفزنا كثير بأن نواصلوا من التحول من الصناعة والبيع في السوق الداخلية إلى نحو التصدير. عطاونا معلومات اللي كنا نحوسوا عليهم، وكنا ماذا بينا احنا نقربوا هنا من الجمارك ونسألهم، هم عطاونا كل المعلومات اللي سهلوا لنا الإجراءات تاعنا وسهلوا لنا خدمتنا. ومن المرافقة الميدانية للجمارك إلى اللقاءات الدورية مع المتعاملين الاقتصاديين توعية وإعلاما بجملة التسهيلات الممنوحة لهم عند التصدير من إعفاءات استفادات وغيرها، سواء في مجال الأنظمة الجمركية الممنوحة لتسهيلات في مجال الأنظمة الجمركية الممنوحة لهم أو في مجال الرقابة الجمركية. تهدف هذه التسهيلات إلى دعم الإنتاج المحلي، دعم القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية، وكذا تسهيل عملية التصدير والولوج إلى السوق الخارجية. هي أهداف تنصب في مجملها إلى دعم انتعاش الاقتصاد الوطني وفق استراتيجية الدولة يكفلها الأداء الأمثل لأعوان الجمارك. وكما تصدر منتوجاتها باسم عالمي، تروج الجزائر لتراثها بعمران أصيل يعكس تعاقب الحضارات عليها. وهنا تبرز مدينة تغيت ببشار، مواقع سياحية جذابة وإقامات فندقية مريحة، يقول أيمن حنفي. هذه هي تغيت، المدينة الساحرة قبلة الزوار، والقادم إليها يبحث عن مكان يناسبه للمكوث به. السيد مكي وبعد وصوله لتغيت اختار أحد الفنادق الفاخرة بالمدينة والتي تقدم خدمات راقية. On a préféré de découvrir notre Sahara et notre pays et notre richesse de notre pays. وكانت الخدمات vraiment formidable. وفي تجربة مغايرة تماما بقصر تغيت العريق،
رممت وجهزت بيوتا لاستقبال السياح. الزائر يقيم وسط تفاصيل التقاليد والتراث بين البساطة والجمال. فعلا السائح كيجي هنا يعني يتفاجأ إقامات الله يبارك ما شاء الله، يعني ديار تقليدية ما زلت محافظين على العادات والتقاليد تاع جدودهم. ودايرين هنا استقبلوهم في المنزل هذا، يطلبوا المأكولات المحلية تاع المنطقة، وكان لي دومونديها كشرب لاتا ونديروا ثاني ميونطون ليبيرجمون هنايا. عشق الطبيعة الصحراوية قاد السيد صلاح الدين إلى الإقامة بالمخيمات وسط الواحات. بحث عن هدوء الخيم وغرف ونخيل محاط به. جو شيرش الخيمة، جو شيرش لا بوف تاع هنا الماكلة، جو فو دير تو سكي طعام بركوكس هاد صوالح. صت راحتي هنايا، جو فريمون هادي اللي نحوس عليها لا تراديسيون تاعنا تاع التقاليد. تتنوع الفرص لتوفير أفضل الأجواء لزوار تاغيت، إقامات سياحية واستثمارات عمومية وخاصة من أجل تطوير المجال وللسائح الاختيار. دوليا وفي المغرب، وفيما يواصل نظام المخزن انتهاج سياسة الأذان الصماء، تتشبث النخبة بالمطالب المشروعة هي اليوم انتفاضة أصحاب الجبة السوداء ضد الاستهداف الممنهج لإضعاف مهنة المحاماة وتعميق الفوارق الاجتماعية. نادية علمي. وسط استمرار نظام المخزن في انتهاج سياسة الآذان الصماء، يتشبث المحامون باستمرار معركتهم النضالية ضد حكومة عزيز خنوش التي فرضت عليهم إجراءات ضريبية جديدة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 ومسودة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي يراه أصحاب الجبة السوداء استهدافا ممنهجا لإضعاف مهنتهم لما تتضمنه مسودة من تجاوزات خطيرة وغير مسبوقة. لنقول لهم بأن المحامون مستمرون في معركتهم لا لسبب سوى لأنهم ضد أي محاولة لممارسة سياسة الأمر الواقع، وضد أي محاولة لممارسة الاستبداد الشريعي، وأن الحل أمثل هو الجلوس إلى مائدة المفاوضات والتحاور، لأنه لا يمكن التشريع لفئة معينة ولمهنة معينة في غياب ممارسين لهذه المهنة. هنا بالدار البيضاء وعلى غرار مدن مغربية أخرى، قررت هيئة المحامين تصعيد الاحتجاجات بمواصلة الإضراب المفتوح بعدما سدت كل أبواب الحوار أمامهم. فاحتضن الشارع غضبهم وسخطهم ضد ما أسموه بممارسة نظام المخزن للاستبداد التشريعي ضد المحامين. هذه وقفة إنذارية، وغادي يتلاها واحد الاعتصام غادي نديرو أمام الباب ديال المحكمة المدنية، لعل وعسى الناس يتفهموا المطالب والحقوق ديال المحامون اللي دائما كيسعاو على أنه يحميوا الحق ديال المواطن في الولوج المستنير للعدالة. المجموع ديال المحامون اللي كاينين في الدار البيضاء غادي 6000 محامي. 90% ديال المحامون في الدار البيضاء كيعيشوا الفقر. وفي سياق التصعيد دائما يواصل الموثقون إضرابهم عن العمل واحتجاجاتهم أمام البرلمان المغربي بالرباط لإسقاط المادة 8 من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، والتي تعد على حد قولهم ضربا صارخا لدستور البلاد. المادة 8 هي مادة غير دستورية في هذا المشروع، هذا مادة تؤكد الريع التشريعي، تؤكد الإقصاء، تؤكد التمييز لهذه المهنة ديال السادة، المهنة ديال التوثيق العدلي. العدول اليوم غاضبون على هذه الأمور هذه ديال التشريع، لأن هناك ريع تشريعي، هناك لوبي يحاول إقبار المهنة. وقفتنا اليوم هي الوقفة الثالثة أمام قبة البرلمان من أجل التنديد بهذا الحيف والإقصاء المتعمد من طرف وزارة الاقتصاد والمالية. المشروع المادة 8 من قانون أو من مشروع القانون المالية لسنة 2023 جاء لإقصاء السادة العدول، وهذا فيه ظلم المواطنين قبل ما يكون ظلم وحيف في حقنا احنا كمهنيين. رجال القانون في حالة غليان، والبلاد على فوهة بركان، وحكومة أخنوش تستخف
وتتجاهل مطالب الطبقة العاملة التي تتمسك بكافة الأشكال النضالية بشكل مستميت ومستمر حتى انتزاع حقوق الشعب المغربي المشروعة من نظام مستبد. شرق أوسطيا الآن، أصيب أمس عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبحالات اختناق جراء قمع قوات الاحتلال الصهيوني مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية، هذا وأدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضها الاحتلال الصهيوني على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة. رياضة الآن، وفي كرة القدم، تتواصل اليوم مباريات الجولة الثانية من دوري المجموعات ضمن نهائيات كأس العالم 2022 الجارية بقطر بإجراء 4 لقاءات، حيث يكون البرنامج على النحو التالي: المجموعة الثالثة المنتخب السعودي يواجه منتخب بولندا، فيما تواجه الأرجنتين منتخب المكسيك، ولحساب المجموعة الرابعة المنتخب التونسي يواجه منتخب أستراليا، وأخيرا يواجه المنتخب الفرنسي نظيره الدنماركي. ولأن العقل السليم في الجسم السليم، غابت بوشاوي فضاء رحب لهواة الرياضة باختلاف أنواعها، ووجهة للعائلات التي تجمع بين الترويح عن النفس وممارسة الرياضة. عبد السلام حباس. هنا بغابة بوشاوي بالعاصمة تعاقبت أجيال على ممارسة الرياضة، طبيعة خلابة تضفي الإيجابية على النفس وتبعث فيها النشاط. أنا كنت نستشق الرياضة منذ الصغر تاعي، وإحنا الحمد لله من الأب للجد للأحفاد ما عندنا حتى واحد مدخن يعني دليل. أنا يصنع في بليزير أن البلاصة هذه مرة نجي ليها، كما اليوم أنا جبت لفامي وما يلعبوا دراري لتحت وأنا جي في دي سبور هكا، صنع في بليزير يعني مليحة سي فاميليال، وثاني اللي جانا مدير سبور هنايا صافي بليزير. ثقافة يمارسها الأولياء مصطحبين أبناءهم، تسودها أجواء عائلية مميزة مرسخين فيهم ثقافة ممارسة الرياضة، مما يساعدهم على النجاح في الدراسة. اليوم الويكاند إنسان باش يغير الجو تاني بعد أسبوع تعامل وتاني باش رسخوا ثقافة الرياضة للأطفال، باش وهذا ينعكس على دراستهم كما يقول لك العقل السليم في الجسم السليم، وينعكس على حياتهم اليومية كذلك. أنا جيت ندير رياضة، بابا جاب لي ندير رياضة مليحة باش تكون مليحة في الدراسة وتكون مليحة في الإيجابية. ديروا سبور خير من نريحوا هكا بالجمعة ولا بالسبت، نجي نديروا هنا خير من نريحوا هكا يقتلنا الفيد ولنا، نجي نديروا لهنا نجروا شوية ونروحوا للدار، حملنا نقول نجو جيت الرابعة كال ستة ونروحوا للدار. ولأن العقل السليم في الجسم السليم، تسعى العائلة الجزائرية لجعل الرياضة وسيلة للمحافظة على صحة الجسم والعقل. ختام النشرة الصباحية، نلقاكم في تمام التاسعة في أمان الله.